ضرورة المزيد من حشد الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية لسنة 2063، وتعزيز الجهود لتحقيق التكامل والاندماج القاري بما في ذلك العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية ودعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في إفريقيا، خاصة المشاريع التنموية المتعلقة بالبيئة والبنية التحتية والتحول الصناعي لما لها من علاقة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية المنشودة.